عدى ببادئ الامر في عالم تكلفت وفي عالم حطت للبيوت ما طالبوا منا شيء على اساس انه بس تجوا تعوا واسكنوا. لما اجت العالم وتكلفت وقعدت وفي عالم ما ضل معها حق ربطه خبز، فهلا بلشوا فينا انه بدوا الاجار بعد ما لموا الغنائم كلها وما خلوا شيء بالفوعه، فيمكن ما ضل شيء قدامهم الا انه يطالبوا شو بالاجار. والعالم كله هون مو ميتي، يعني مو الصفر، تحت الصفر العالم منتهي. مهجرين من الديرية، هبطت بيوتنا وتدمرت الديرية وتهجرنا، صرنا 7 سنين مهجرين، وأنا عندي ولد مصاب. اجيت على البيت ما في لا باب لا شباك لا حنفي، هي 14 باب اللي عديتهم بالبيت المسروقات، مسروقين من البيت نهائيا، عدنا ترميمه من أول وجديد وتكلفنا عليه ما يقارب فوق 100,000. أما هون البيوت أغلبها 70% فاضي على الآخر ومنه مهبطة، وعالم تكلفت ما يقارب 400,000، حوالي 600 دولار 800 دولار، في ناس تكلفت 1,000 دولار ترميم البيوت وتصليحها وتجهيزها وعم يطالبوها بالأجارات. طيب هاي العالم اللي تكلفت وتخسرت، إذا بدنا نيجي نقيس بين الأجار وبين العالم اللي تكلفت وتخسرت، عوضوا على العالم اللي تخسرت مصرياتها بعدين بتطالبوها بالأجار.